مني. أمال إيه؟ بس وقف يا حاج بقى. أيوه إيه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده أنت صوتك ولا الشيخ سلامة في زمانه. كلام اتنين. قول عبد الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده. أنا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه. يعني انتوا امين معايا بوجبات كل شويه وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم مش عارف ازاي. اتنين في واحد. حبينا حبيناه وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في القلبان ده مفيش اخوه بس دماغه ضربه. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي انتوا التلاتة. احنا هنغنشوك وشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا احنا وصلنا يا لمبي. وصلنا والله. الله يخليك. ايوه يا جدعان على ليالي الانس والفرفشة. انت واخدنا على بيت دعارة ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعارة. بقول لك انت نكتة. بقيت غني زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا. ايوه. على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله. ده رأيي. احنا نأمنك على عرضنا، على نسواننا. يا نهار اسود وانا ارجع لكم نسوانكم زي دين واحدة كمان. ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الامانه اللي انا كتبتوله. لا 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 انتوا كده اوفر قوي، بصراحه ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان ترجيه بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا الدبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك نود. انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله يدفنونا؟ هيبقى في جثث. انها جثه انما بعد كده ياكلوني صح ولا ايه؟ ايوه ده كلام مظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي. ابعتوا لي على فلاشه افرج عليه بعد الفطار. ايه يا عمو لبسه كده ولا ايه؟ الفلوس ناس، الفلوس ناس في علم الغيب واجب برضه الحافظ عليها. ايه ده الكبريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما احبش المياعة في الشغل. يا عم مياعة ايه وانت شايفني وافرك برقص لك بالسلب في قلب الكنبه؟ كلمه تانية هنطير رقبتك. ليه طب والفلان تبوظ؟ الله يشيل فلان. انا معاك يا عم والله والله معاك. ابو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما خليني قاعد. طيب ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زبط؟ البيت المسكون ده وسع الحفرة فطيسة شوية. البنت مرغربة عن كده يا اختي. انا تعبت كفاية. لو احنا هندفنه فين؟ هتوسعي الحفرة يا بنت ولا لما تدفنوكي مطرحي؟
بيتفرج صوت بيتفنوا بني ادمين. انت مين السلفندي؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا انا وابو عبده وابو بديعه، كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى وانا قاعد انا وابو بديعه وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ اه في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يتسهل. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لا والمصهر الشريف وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمره بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذه يا لمبي معلش اتاخرنا عليك. حبيبي ابو بديعه، ابو بديعه ازيك وحشتني والله. انا قاعد هنا من ساعه ما انت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا يعني معذوره. ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المساق. عسعست عليه؟ ايوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذه يا سلمبي. لا ولا حاجه. اهلا اهلا مشرر. الله يخليك. في بيتك يا اخويا. الله يخليكي. لا الميه دي يا سلمبي. الميه. تمام دي اصل انا بحب اريل وانا قاعد على نفسي. يعني بحب اريل وانا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان برياله، جدي ابو رياله الكبير، يعني عيله معروفه في شحطي في سبع السمك. احسن ناس. امال ايه ده كان يعني بصي ما فيش اهلا نروح مريل على طول كده. ايه ده؟ هو في حد تاني جاي بتسال؟ اختي في حد تاني جاي؟ سيلفي في حد تاني؟ يا استفتيسه يا انتوا عندكم رجاله؟ هم فين دول الرجاله؟ ما تخافيش يا شابه، بس يا عبد وجوزي. خشي يا اختي البيت بيتك، خشي. ايوه عليكي انت مكسوفه، ده البيت بيتك يا اختي. يوه انت نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح، ده دغدغتهم كلهم نفر نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى بنت العركه؟ لو انت صادق انا الولد الطاري اللي انت عكننت عليه على البحر. تصدقي عرفتك من بقك؟ انا مش معقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي طمنيني دراعك عامل ايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخده مساغ غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقول لك، ارجع عن موضوع المساغ الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. وجبه داهي. الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم. وما عندوش يمشي من هنا. مشي ليه؟ الحدود بينفخوا من الناس. الناس هنا بيكرموهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوني من شغل المصحف وادوني فلوس وادوني مساغ، يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك حاولي تخلعي من هنا. اخلعي هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. بنت ما تمشي. بقول لك ايه، نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب المزمزيل مش ماشيه؟ البنايه هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي شكرين يا عم كباري، شاكرين قوي. حبيبي فين الناس بالكوسكوس؟ اهلا يا شربات، منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي، اتفرجي. ولا حلمه، انا عايزك تحرتش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام، طول عمرك ابو حمادات يا سيد الناس، طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك ابو بديعه. طب يلا يا اخويا ام حبه. حاضر يا سيد الناس. ايه
انت راح فين؟ داخله جوه. هتعمل ايه جوه؟ ايه ده؟ رقيتك من العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح. رقيتك واسترقيتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. لما بيتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي دي. يا وي لا يا فندم، مش وقت يا بني ادم، احنا في مأموريه. هجوم خالص. اوعى اوعى، انا مش لوحدي، انا معايا القوه، انا بقول لك اهو. اوعي 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 تسوي لك نفسك، اوعي الزمي حدودك واثبتي مكانك، كله يثبت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمة. ابطل يا ابني على الناس دي كلها. خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضره الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليهم اللي بيعملوا لك الشاي ولا هو سعاده الباشا؟ بيعملوا لي فين؟ في الاسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه بطلع الناس دي كلها كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت، يلا يا حاج الضابط، يا حاج الضابط احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا، ربنا الجثث جثثنا الجثث. خلاص انا وصلت لك الحلقه. لا تعال دريش، اتفضل لي بسكه. يا كويس سكه سكه. ايه مش عارف ليه كده، حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح لي، قلت ايوه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايزة اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الشبي. بقول لك انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ انا النوعه. النوعه؟ النوعه بنت ابوها. ايوه. ساعات يخليني بنت وساعات يخليني واد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص، انت ما اتخلقتش غير انك تبقى
ست وست من الاخر ست الستات. ده انت عايز تعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجاليه يعني ورمل اسكندريه يعني. قول يا اخويا. انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم حريسه؟ حريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا؟ سالف مني حاجه؟ الكلمه دي خطر قوي على فكره. سالف مني بقى؟ انت عارفه عم حريسه؟ فين عم حريسه؟ لا انا ما اعرفوش، بس يمكن ابويا يعرفه. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه. طب والشغل بيشتغلي ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربه سنود واسود ولا ايه؟ لا رقاصه. اموت في القدم. اموت في الشامي. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي، يا ليلي يا ليلي يا اضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبك اللاسي، يمكن على الله. يمكن على الله، يمكن على الله يرق قلبك القاسي، وشعرك حني بيه بالزبدة ودانيه، وشعرك حني بيه بالزبدة ودانيه، وشعرك حني بيه بالزبدة ودانيه. ولما جه العريس سيبتي وانا اللي ليلي طال، اتاري الله دي فيها عين، اتاري الله دي فيها عين، اللي شبت ما تعلم، وشعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني
انشرح لك من ساعة ما شفتك، حسيت انك انت راجل جدع. الله، انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت مش هتطلع لي في حتة ولا ايه؟ اصل انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لا والنبي، عارفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة. لا والنبي، انت تبقى ابو النوعة؟ تمام، ابو النوعة. تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجة. يلا ها، تعال. شايف الأمن انه الراجل ده مش عارف منين؟ واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمة، واخد بالي، والله واخد بالي. يظهر انك انت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، من طلعت رجب وانا واخد بالي. يابا سيبه بقى، ما تشغلهاش عليه. انت عايز من اللي جابوني انا ايه في القعدة دي اللي انا عطنت فيها؟ انا عاوزك تتجوز البت دي، اصلك انت باين عليك انك انت جدع من الحكايات اللي هي حكتها لي. يابا ما يصح. شوف الدلع، يابا ما يصح شوية رمياها عليا. لطيف لطيف جميل. أنا كده هنفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه، كده بقى يبقى أنت البقية عليك أنت بقى. في إيه؟ في الحاجات التانية اللي أنت قلت لي عليها، جوز النوعة؟ أقول لك مكاننا هريسة فين؟ آخد 10% من الكنز وتوافق؟ أجيب لك المأذون من برا. خلاص خلاص، هو ده. أنا موافق طبعاً، أوافق وأبصم كمان. أنا مالي إيدي كويس من اللي أنا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز. جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد يا واد، أنا لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش هلاقي ضفرك. والله جاي وشاري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش، نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد كده، خلي حد يهوب كده ناحية دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي. بس بص بقى والنبي، أنا عندي بس حتة بروبليمة صغيرة كده. اتفضل. أنا سيد الرجالة، يعني الإمباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجالة، وما أقبلش إن مراتي ترقص في كباريه بالليل. أموت في الآدم، أرقص الصبح بس.